والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخيت برحلك يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما راحلون راحلون أنت والليالي نزول راحلون أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا آمل ولا مأمول غاية الناس في الزمان فناء غاية الناس في الزمان فناء وكذا يا غاية الغصون الذبول ما يبالي الموت أين يترقى ما يبالي الحمام أين يترقى بعدما غالت ابن فاطم غولوا يا حسام فلت مضاربه الهام يا حسام فلت مضاربه الهام ولم يفله الحسام الصقيل يا جواد أدم الجوايا يا دم من الطعن يا وولى ونحره مبلول إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من أجل تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. من القضايا التي واجهت الأمة الإسلامية هي مسألة الهجرة إلى بلد إلى موطن قد يختلف عن موطن الذكريات عند الإنسان، عن موطن العادات والتقاليد، وعن موطن الثقافة الدينية والاجتماعية. وهذه الظاهرة في الأمة الإسلامية لم تكن ظاهرة جديدة في هذا اليوم أو في هذه القرون، وإنما رافقت المسيرة الإسلامية منذ بدايتها عندما كان المسلمون في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يهاجروا إلى بلد إلى موطن إلى الحبشة التي تختلف في ثقافتها في عاداتها في تقاليدها عن ثقافة المسلمين وعن ثقافة العرب آنذاك، بيئة تختلف كليا لكن فيها قوانين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك نصراني لا يظلم عنده أحد. أولا أشار إلى دينه أنه يختلف معكم في الدين والهوية والجنسية، لكن هنالك عنده قوانين، قوانين العدالة التي جعلت الإنسان يفر من بلد، بلد الاضطهاد، بلد الحرمان، بلد ما استطاع الإنسان فيه أن يحافظ فيه على ذاته، على شخصيته، على حياته وحياة عائلته، اضطر للهجرة. لهذا الهجرة الأولى كانت تقريبا العدد كان محدود، لكن الهجرة الثانية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله فيها هذه التي زعزعت المجتمع المكي، هاجر أكثر من 100 شخص ما بين نساء ورجال، وما ترك تركت هذه الهجرة بيت من تلك البيوتات في مكة إلا وخرج منها شخص. وخيرة البيوتات أنذاك والبيوتات الكبيرة التي كانت في مكة تزعزعت هذه الهجرة الثانية التي جعلت هنالك هزة عنيفة في مجتمع مكة، اضطر المجتمع المكي أن يرسل وفد لإعادة هؤلاء فلم يستطيعوا. على أي حال، فتبقى مسألة الهجرة إلى الوطن الآخر مسألة فيها معاناة وفيها تحديات. الهجرة هي طريق أشبه بطريق ذات الشوكة وليس طريق ذات الوردة. كثير من الناس الذين يعيشون الآن في أوطاننا من أهلنا من أصحابنا أحيانا يحسدوننا على معيشتنا، يحسدوننا على رتابة الحياة، يحسدوننا على عدم انقطاع الكهرباء والماء، يحسدوننا على مثلا الضمان الصحي والاجتماعي والتعليمي، لكن هذا الجانب الإيجابي القانوني والخدمي في هذه البلدان، لكن هنالك جانب آخر وهو الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان المهاجر في بلاد الاختراب، فهو يعاني الصراع. هذا الصراع أن هذا الإنسان لم يولد في هذا المجتمع الغربي، أن هذا الإنسان ولد في بيئة استنشق ثقافة وعادات تلك البيئة وأخذ من تقاليدها وأخذ من حضارتها وجاء إلى هذا البلد، إلى أستراليا، إلى بلد أوروبي آخر، أمريكا، كندا، أوروبا، يحمل عادات وتقاليد ذلك البلد الذي كان فيه، اعتاد على ثقافة وعادات، هذه العادات والتقاليد
ليس كلها صحيحة هذه العادات، لكنه اعتاد عليها وألفها واستأنس بها وتشبع بهذه الثقافة، فهو تربى عليها وامتص هذه الثقافة من بيئته من حضارته من مجتمعه، وجاء إلى مجتمع يختلف شيئا ما عن ثقافته وعن عاداته وعن تقاليده، فهنا تحدث مشكلة كبيرة وهي صدام الحضارات في نفسية الإنسان، صدام الثقافات في نفسية الإنسان، صدام العادات في نفسية الإنسان، وتنخلق هذه الحالة النفسية عند الإنسان المهاجر، فهو قد جاء بإرث اجتماعي معه يحمل عادات وتقاليد ذلك البلد، قسم من هذه التقاليد تقاليد سيئة، قسم من هذه العادات التي جئنا بها إلى هذا البلد عادات وثقافة بلدنا، كثير منها قد نجدها عادات لا تنتمي إلى الإسلام بصلة، ولهذا كثير منا لا يفرق بين الثقافة الإسلامية وثقافة البيئة التي عاش فيها. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية التي تعاني منها الجالية العربية الإسلامية أنها الثقافة الإسلامية ثقافة مشوشة في أذهانهم، لا يستطيع أن يميز ما بين ثقافة البيئة والتقاليد والثقافة الإسلامية، لا يستطيع أن يفرز أن هذه الثقافة هي ثقافة الإسلام الصحيح، وهذه العادات والتقاليد التي ألفها واعتاد عليها هذه لا تمت إلى الإسلام بصلة، فيحدث حالة من التضارب، ولهذا كثير من الناس يخاف على هذا الشيء الذي يملكه وجاء به إلى هذه البلدان، يتصور أن هذه ثقافة إسلامية وفي الواقع هي ليست ثقافة إسلامية، ثقافة بيئة اعتاد عليها وألفها، يخاف أنه ينتزع من هذا الإرث الذي جاء به إلى هذا البلد. أيها الأخوة الأخوات المستمعين، نحن في هذا البلد علينا أن نفهم ما هو الإسلام، ما هو الإسلام، ما هو التراث الإسلامي، ما هو الشيء الذي مأمورين أن نتمسك به، وبعد ذلك ننظر أن هذا الذي نحن نملكه نتصرف به سلوكنا هل هي عادات إسلامية تراث إسلامي أم هي عادات بيئة اعتدنا عليها وألفناها. وكل إنسان جاي من بلد إسلامي فيه عادات وتقاليد، هذا الجانب الأساسي، ولهذا كثير منا يحدث عنده حالة الخلط بين الثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد التي كان ألفها واعتاد عليها في مجتمعه. هذه النقطة الأساسية التي تعاني منها الجالية. هذه المسألة بالذات تحدث حالة اضطراب عند الإنسان المهاجر المواطن، وهو يعيش في هذا البلد على أي ثقافة يربي أبنائه، على أي عادات يربي أبنائه، النظام الغربي الذي نحن فيه والبلدان الغربية التي نحن فيها بلدان عندها ثقافة، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها أمور كثيرة، قسم من هذه الأمور لها علاقة بالدين الذي ورثوه، وقسم من هذه الثقافة لا علاقة لها في الدين، أيضا عادات وتقاليد هذا المجتمع ومجتمع الآخر، لهذا الإنسان يسير في هذا المجتمع لا يمكن أن ينعزل كليا عن المجتمع، الحاجة والعمل والتعامل والمدرسة والأمور الأخرى تطلب منه أن يتعايش مع المجتمع، تطلب منه تدفعه إلى أن يندمج بالمجتمع، وهذه الحكومات أيضا تعاني من هذه الظاهرة، تعاني من ظاهرة عدم اندماج المجتمع الإسلامي والعربي مع المجتمع الأسترالي أو المجتمع الغربي في أي مكان كان،
وتلح الحكومات على مسألة يجب على المجتمعات الجاليات الأخرى الأثينية أن تندمج وتذوب في المجتمع. مسألة الذوبان مسألة مخيفة مرعبة عندنا. مسألة الذوبان مسألة مخيفة مرعبة تشكل حالة من الرعب والخوف في داخلنا. يعني أذوبا أنا في المجتمع الآخر يعني معناه ماذا؟ هل أتخلى عن ديني وعاداتي وتراثي الإسلامي؟ هل أتخلى عن ما تربيت عليه؟ فيبقى حالة الصراع الداخلي في نفسية الإنسان. ماذا أفعل؟ أعود إلى بلدي مع أسرتي مع أولادي قبل الذوبان، قبل أن تذوب وتنصهر هذه الأسرة بكل مفرداتها، تذوب في هذا المجتمع، فتبقى هذه المسألة تشكل حالة القلق في بلداننا. بلداننا في أغلبها بلدان غير آمنة، بلدان لا يمكن أن توفر للإنسان كرامة والعيش الرغيد، ولا يمكن أن توفر للإنسان حالة من الأمن، ولا يمكن للإنسان لهذه البلدان أن توفر مثلا مستلزمات المعيشة. فيبقى الإنسان بين الصراع المادي لا يستطيع أن يتخلى عنه، وبين التمسك بالعادات والتقاليد والتراث الإسلامي أو الديني. لهذا تشكل حالة قلق نفسي عند الإنسان. ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ ماذا يفعل اتجاه هذا الصراع؟ لهذا لا أتصور أن إنسان يحمل تراثا دينيا بكل أنواع هذا التراث الديني، سواء كان تراثا إسلاميا أو مسيحيا أو ديانات أخرى صابئية، يأتي يحمل تراث ديني فيه تقاليد وعادات وكذلك فيه التزامات وواجبات، ويحمل كذلك تراث البيئة التي تشبع بها. هذا الصراع يولد حالة نفسية واضطراب وقلق عند الإنسان. كيف يستطيع أن يعالج هذه المسألة؟ فلا بد من إيجاد بيئة، هذه البيئة أن لا يبتعد الإنسان كثيرا عن المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، أن يكون هذه الأسرة بكل أفرادها من النساء من الرجال من الشباب، أن تندك بالأسرة، عدم الانعزال والابتعاد كليا عن الأسرة. أنا شايف كثير من الناس يعني يحاول أن يختار مكان بعيد عن الجالية، ويختار مكان بعيد نائي لا يلتقي، ويبتعد كليا عن الجالية. هذه الظاهرة ظاهرة حقيقة غير صحية. هذه الظاهرة قد نجد أن هذا الإنسان قد يعاني من مشكلة نفسية. مسألة الابتعاد عن الجالية كليا، الجالية إنسان بحاجة إلى هذا الشعور لطرد الغربة الداخلية في نفسه، أن يعيش ضمن مجتمع، هذا المجتمع ينتمي إليه، ينتمي إليه دينيا، ينتمي إليه مذهبيا، ينتمي إليه قوميا، ينتمي إليه جغرافيا، حتى يقضي على مسألة الاستيحاش والغربة الداخلية النفسية في داخله. مسألة الابتعاد كليا والانعزال عن المجتمع العربي والإسلامي وعن المراكز مسألة غير صحية بهذا البلد. نحن بأمس الحاجة أن نحسس أبناءنا، هو ينتمي إلى ثقافة، ينتمي إلى عادات، ينتمي إلى حضارة، هذه الحضارة لها عمر طويل، هذه الحضارة كذلك فيها ثقافة دينية أيضا. ممكن الأبناء ما يتعلمون من الأب ومن الأم، لكنه يتعلم من المراكز الإسلامية، يتعلم من الجالية بحالة الاندماج معها، يتعلم كثير من المفاهيم والثقافة الدينية التي يستطيع الإنسان الأب أن يجعل حالة من الطمأنينة النفسية والراحة النفسية في قلبه. صلوا على محمد وآل محمد. من المسائل كذلك التي هي غياب النموذج الصالح في المجتمع الإسلامي أو في الجالية الإسلامية. نحن إلى الآن
جاريتنا تعيش حالة التخبط، إلى الآن لم يوجد النموذج المثالي، لم تفرز جاريتنا نماذج مثالية كعائلة كأسرة مثالية، تستطيع مثلا جاريتنا أن تجد هذا النموذج العملي المتحرك أمامهم. مرة إنسان يقتدي بشيء في التاريخ، مرة يقتدي الإنسان بنموذج عملي متحرك أمامه. النموذج المتحرك أمام الإنسان في التدين والالتزام والجانب الخلقي والالتزام بالقوانين مسألة في غاية الأهمية. نحن بأمس الحاجة إلى أسر وعوائل، نماذج، قدوات، قدوة تتحرك في المجتمع، قدوة مثالية تتحرك في الوسط الاجتماعي. لهذا على جاريتنا أن تفرز هذه النماذج الأسرية التي تستطيع من خلالها أن الإنسان يقتدي بهذه الأسر وبهذه النماذج. نحن لا يمكن كلنا أن نقتدي بالمثال التاريخي الذي بيننا وبينه آلاف السنين، وليس كلنا عندنا استعداد أن نقتدي كأسر، نقتدي بقصة تاريخية. نحن نتأثر بنسبة كبيرة في المثل المتحرك، المثال المتحرك الواقعي أمامنا، نتأثر ونقلد ونكون أحيانا صدى للمثل الرائع في حياتنا. لهذا نحن بأمس الحاجة إلى أن نفرز هذا المثل الواقعي، المثل الرائع النموذجي في حياتنا، في جاريتنا، حتى يكون هذا قدوة للآخرين في هذا في هذه المجتمعات. لهذا المجتمعات التي نحن نعيش فيها فيها ثقافة، ليست كلها ثقافة سلبية، ليس كلها ثقافة إيجابية، أيضا تحمل كذلك من الثقافة الإيجابية والعادات الإيجابية، وهنالك ثقافة وعادات سلبية. ليس عيبا عند الجالية الإسلامية أن تأخذ العادات الإيجابية والتقاليد الإيجابية التي لا تتضارب مع المفاهيم الإسلامية. هنالك بعض العادات تتضارب مع التقاليد التي كنا عليها، لكنها لا تتنافى وتتضارب وتتعارض مع الثقافة الإسلامية، لكنها نماذج حية وطيبة. لماذا لا نقتدي بها؟ لماذا لا نأخذ هذه الأمثلة التي لا تتعارض مع الإسلام والتي لم نألفها في مجتمعاتنا، نأخذها نتعلمها من الشعوب الأخرى؟ هذا التعايش وهذا الاندماج يعلم الإنسان أن يأخذ العادات الطيبة من الشعوب الأخرى، ويأخذ العادات السليمة النظيفة. الشعوب ليس كلها تملك عادات سيئة، ونحن العرب ونحن المسلمون نملك العادات الإيجابية الخالية من الشوائب. نحن أيضا نملك عادات وتقاليد في بيئتنا، عادات فيها سلبيات كثيرة. لهذا علينا نحن كجالية إسلامية، علينا نحن كجالية عربية أيضا أن نظهر هذه العادات والتقاليد في مجتمعات الأخرى، ونتفهم هذه العادات الإيجابية في المجتمعات والجاليات الأخرى، نأخذ فيها في حياتنا، نقتدي فيها إذا كانت سليمة لا تتعارض مع الثقافة الإسلامية. إذن نحن نواجه مشكلة، هذه المشكلة هو اضطراب نفسية الإنسان المسلم العربي في المجتمعات الغربية، وكذلك نعاني من مشكلة أخرى هو حالة التشوش الذهني عند الإنسان، لا يملك صفاء ونقاء ذهني اتجاه المفاهيم التي يحملها. يأتي الإنسان إلى المجتمعات الغربية إلى المهجر، هو يحمل حالة اضطراب ذهني عند الإنسان، يخلط ما بين العادات الإسلامية والتراث الإسلامي وبين العادات البيئية والاجتماعية، لا يستطيع أن يفصل هذا من هذا، وهذا الجانب المهم في حياة البيئة الإسلامية. صلوا على محمد وآل محمد.
المشكلة الكبيرة التي أيضا تعاني منها الجالية أنها مثلا على سبيل المثال جاءت إلى سيدني أو راحت ذهبت إلى نيويورك أو إلى لندن، جاء من مكان لعل هذا المكان مكان ريفي أو جاء من قرية في العراق أو جاء من ضيعة في لبنان أو ضيعة في سوريا، جاء من مكان محدود جدا في ثقافته في عاداته، وكذلك يجد أن هذه العادات والتقاليد في البيئة التي عاش فيها عادات حقيقة عادات لا تتناسب في شخصية الإنسان أن يعيش مثلا في مجتمع سيدني، يجد حالة الصعوبة لهذا الإنسان القروي أو الريفي أو الضيعوي الذي جاء بثقافة القرية والضيعة والريف وجاء إلى مجتمع سيدني أو ذهب إلى لندن أو ذهب إلى نيويورك أو إلى منطقة هي من كبريات العواصم في العالم، هنا تحدث حالة الاضطراب في شخصية الإنسان المهاجر، هو جاء يحمل ثقافة الضيعة أو قرية وجاء يعيش في منطقة سيدني التي هي من كبرى العواصم في العالم، العاصمة تحمل قوانين تحمل ثقافة تحمل أمور كثيرة قد تتضارب مع شخصية الإنسان الذي جاء من المنطقة القروية، وهذه تشكل مسألة كبيرة على شخصية الإنسان، أحيانا هذا الإنسان القروي أو الريفي ألف مسألة شخصية الرجل له القيومية على بيته والسلطة على بيته فهو أمير وهو سلطان على بيته، يأتي إلى هذه العواصم الكبرى التي يتقاسم الرجل والمرأة سلطة البيت، لا سلطة للرجل على البيت، في هذه الدول يجد أن السلطة متقاسمة يتقاسمها الرجل مع المرأة، وهذا الرجل اعتاد على ألف أباه وجده وعمه وخاله هو صاحب السلطة على البيت الآمر الناهي، يأتي إلى هذه الدول الكبرى أو العواصم الكبرى يجد أن هذه السلطة وهذه النزعة السلطوية عنده بدأت تنتزع منه شيئا فشيء وتسلم إلى من؟ تسلم إلى المرأة، تسلم إلى الكيان الذي كان عنده في نظره لا شيء أو كان في نظره أنها لا تستحق أن تدير هذه الأسرة أو تنتزع منه هذه المملكة، فيحدث حالة الصراع النفسي عند الإنسان، صراع داخلي نفسي عند الإنسان، تتحول الحياة في المجتمعات الغربية أحيانا أشبه بالجحيم الداخلي النفسي في شخصيته، هذه من الأمور التي تعاني منها الجالية تعاني منها المجتمعات الإسلامية في بلدان الاغتراب، لهذا تصاب الكثير من العوائل وتصاب الكثير من الأسر بحالة من التضعضع نتيجة هذا التصادم أو يسمونه الصدام الحضاري أو يسمونه صدام الثقافات أو يسمونه صدام الحضارات، حضارة الإنسان الذي كان في بلد فقير في قوانينه يأتي إلى بلد كله تشريعات كله قوانين قد وضعوا القوانين إلى كل شيء، لهذا ما ألف بعض الناس أن يتعلم لغة القوانين، كثير منا أصبح يعلم أن إذا فعل هذا الشيء هنالك قانون يجرمه بهذا القانون بهذا، وإذا فعل هذا الشيء الثاني هنالك قانون، كثير منا عاش في بلد لم يسأل يوم من الأيام عن الفقرة القانونية تجاه هذا العمل، لهذا جاء إلى هذا البلد بدأ حالة التخوف عنده، وجد بلد فيه نظام فيه حقوق للإنسان أكو حقوق للمرأة حقوق للطفل حقوق للمواطن حقوق للجار، لهذا انخلقت حالة الاضطراب في شخصية الإنسان، عظم الله لكم الأجر أرباب العزاء.
إن شاء الله الليالي القادمة سوف نتكلم عن حقوق الأولاد في هذا البلد، وسوف نتكلم إن شاء الله في الليالي القادمة عن حقوق المرأة في هذا البلد وحقوق الزوجة والزواج والمشاكل الأخرى أيضا في بلدان الاغتراب. لكن لا بد أن نعطي للمصيبة حقها. نحن نعيش في هذه الأيام مع إنسان رحل بجسده، لكن بقيت هذه الثورة وبقيت هذه الرسالة تحمل العطاء الكبير في كل أبعادها في كل مستوياتها. أبو عبد الله الحسين الذي ظهر خرج من أجل الإنسانية، لم يخرج من أجل إرث شخصي. أبو عبد الله الحسين لم يتكلم بنص واحد عن حقه الشخصي، ولم يخرج من أجل إرث عائلي أبدا، وإنما خرج من أجل الإصلاح في أمة جده، من أجل إعادة للمظلوم حقه من الظالم، لإنصاف المظلوم من الظالم. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، إلى الباطل لا يتناهى عنه. وصدرت بيانات كثيرة من الإمام الحسين لتبين معالم هذه الثورة. أبو عبد الله الحسين هاجر، هاجر، لكن هذه الهجرة هي كانت هجرة رسالية، لم تكن هجرة مادية كهجرة البعض منا. هاجر من أجل التنزه والسياحة، أو الخروج مثلا من محيط إلى محيط أجمل، أو خرج هذا الإنسان لأجل إكمال الدراسة على سبيل المثال، أو خرج مثلا لإيجاد الحرية والانفلات في بلدان الغرب. أبو عبد الله الحسين حمل أسرته، حمل عائلته، وهاجر من بلد الذكريات، مواطن الصبا، موطن الصبا والذكريات، مرابع الطفولة التي كان عاش في ذلك البلد يستنشق الإسلام فيه، مدينة الرسول، وحي السماء الذي نزل في ذلك المكان، جبرائيل الذي نزل في بيوتهم، المسجد النبوي، قبر النبي، قبر فاطمة الزهراء. هذه المعالم التي هاجرها تركها الإمام الحسين ورحل عنها. تصور كم تركت هذه المعالم من أثر نفسي في شخصية الإمام الحسين. الإمام الحسين ابن المدينة، ولد في المدينة، ترعرع في المدينة، نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، استنشق الإسلام والإيمان في المسجد النبوي. تصوروا كل هذا الإرث يتركه الإمام الحسين ويرحل هو وأسرته، وهو عميد الهاشميين، وهو كبير بني هاشم في ذلك المكان. يرحل الإمام الحسين، لكن كيف رحل؟ لا بد له من وداع، لا بد أن يودع الإمام الحسين، يودع ذلك التاريخ العميق الذي تعلق به. ودع قبر النبي، وجاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ يتحدث مع رسول الله: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، يا لقد ضاق صدري يا رسول الله. ثم أخذ يبكي حتى بل تراب قبر النبي بدموع عينيه، إلى أن هومت عيناه على قبر رسول الله. تقول الرواية: وإذا بالحسين رأى رسول الله صلى الله
علي بن أبي طالب ومعه كذلك رعيل من الأنبياء والأوصياء كلهم جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا قال له؟ ضم الحسين إلى صدره ثم قال له: يا جده يا رسول الله ضمني إليك، خذني إليك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. يا التفت إليه النبي قال له: حبيبي يا حسين، إن لك في الجنان درجات لا تنالها إلا باستشهادك في يوم عاشوراء. ضمني يا جدة في هذا يا الضريح، علني يا جد يوم فرط الفضا كل فسيح، جد صف والعيش بالأقدار شيب، وزاد الهم قلبي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء يويون ونحيب، ستذوق الموت ضرما ضاميا في كربلاء، وستبقى يا ثاوية منجدلا، وكأني أصل شمر قد علا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن ترحمنا يا الله، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، ثبت قلوبنا على الإيمان. إلى شرف النبي وآل النبي، إلى أرواح الشهداء، أرواح العلماء، روح من مات على الإيمان، لا سيما موتانا وموتاكم، كذلك موت المؤسسين والمقيمين والباذلين، نهدي للجميع ثواب